وسهلا ومرحبا بكم لكل متتبعي جريدة صوت العدالة الأوفياء أينما كنتم داخل وخارج المغرب، كنتمنوا تكونوا بخير دائما. إذا مشاهدينا الكرام نجدد الترحاب بكم دائما من الأطلس المتوسط. مشاهدينا الكرام غنتجهوا إلى حجيرت اللي كتواجد بالأطلس المتوسط أيضا، وهي طريق ما بين ميدلتس وأزرو. مشاهدينا الكرام غنديروا واحد الجولة هناك، وكما كتعرفوا حجيرت هي منطقة معروفة بالبدو والرحال. إذا مشاهدينا الكرام لمعرفة التفاصيل لنتابع نحن وإياكم هذا الروبورتاج، ابقوا معنا. إذن مشاهدينا الكرام نحن الآن متجهين في طريقنا إلى حجيرت، وكما تعرفوا مشاهدينا الكرام فحجيرت هي طريق ما بين أزرو وميدلت. مشاهدينا الكرام وغنوقفوا في حجيرت وغنتكلموا عليها شوية وغنشوفوا حجيرت بماذا تتميز. إذن مشاهدينا الكرام هنا المغرب العميق وهنا الأطلس المتوسط، ونحن الآن بحجيرت. إذن مشاهدينا الأوفياء كما ترون، كما كتعرفوا مشاهدينا الكرام كيتواجد على أرض المغرب الآلاف من البدو والرحل، نساء رجال وأطفال ورثوا حياة الترحال عن أجدادهم منذ عقود رافضين تغييرها. فالترحال بالنسبة لهم ليس نمط العيش فقط، بل هوية يحمونها من الاندثار. إذا مشاهدينا الكرام لا يستقرون في أرض معينة، يعني مشاهدينا الكرام يعيشون حياة غير مستقرة في مكان، إذ ينتقلون بشكل دائم وراء الماء والكلأ وعلف مواشيهم من أغنام وماعز. كما ترون مشاهدينا الكرام فالصور أبلغ من أي كلام. يعني باختصار مشاهدينا الكرام حياة البدو والرحل بسيطة جدا، تفتقر إلى الأشياء المادية إذ لا يمتلك البدوي معظم المقتنيات الحديثة. إذن متابعينا الأوفياء هذه هي حجيرت، ربما البعض لا يعرف منطقة حجيرت، وهذه هي حجيرت مشاهدينا الكرام وبماذا تتميز. وتحياتي لكم لكل متتبعي جريدة صوت العدالة الأوفياء، ونلقاكم في روبورتاج جديد إن شاء الله، وإلى اللقاء.